السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، طلاب الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على باراجراف. الباراجراف هيتكلم على أحد باراجرافات الوحدة الخامسة، يونت 5. هنتكلم فيه، هنقول، بيقول السؤال طبعا، بيقول write a paragraph of about 110 words on عن someone you know who is a genius، عن واحد انت تعرفه يكون ذكي. تعالوا نشوف مع بعض الباراجراف هيتضمن ايه، وهنتكلم بعض الفقرات بتبقى ايه. ولكن في الاول بذكركم ان مع قناه انجليزي اسهل مع ميس ساره سامي، لسه ما انضمش هنا ينضم عن طريق ضغط على زرار احمر سبسكرايب الاشتراك، وكمان تفعيل رمز الجرس بالضغط علشان يوصلك الجديد بتاعنا. واصحابكم ما تنسوش مشاركه وشير عشان تعم الفايده، وصفحتنا على الفيسبوك تابعوا واعجاب بالصفحه بنفس اسم القناه الانجليزي اسهل مع ميس ساره سامي، وصفحتنا على الانستجرام ساره سامي 825 الارقام 825 بجانب الاسم مكتوب بالانجلش. يلا نسمي الله ونشوف هنكتب ايه في الباراجراف ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنقول المقدمة بتاعتنا اللي احنا حافظينها مع بعض بقالنا فترة، بقالنا سنين تقريبا، بنقول فيها ايه. Everyone has special abilities، كل واحد عنده قدراته الخاصة. This is the fact، هذه حقيقة. That we all agree، هذه حقيقة كلنا منتفق عليها. محمود وائل is an Egyptian genius child. محمود وائل ده بيكون طفل مصري ذكي. An Egyptian genius child. He has amazing math skills. وعنده مهارات رائعة ومذهلة في الرياضيات. When he was three، لما كان عنده 3 سنين، he was able to answer، كان عنده المقدرة ان هو يجيب the sums، العمليات الحسابية. TV channels، قنوات التلفزيونية، heard about his math skills، سمعت عن قدراته أو مهاراته الرياضية. They invited him، فتم إيه دعوته أو دعوه في البرامج بتاعته. When he was seven، أما عنده أصبح 7 سنين، the American University، الجامعة الأمريكية، helped him to study maths، ساعدته عشان يدرس الرياضيات. محمود وائل studied computer programming، درس برمجة الكمبيوتر. When he was 11، لما أصبح عنده 11 سنة، he was able to teach، أصبح عنده المقدرة إن هو يدرس. University graduated about computer programming، للخريجين الجامعة عن برمجة الكمبيوتر. طب هو عنده 11 سنة. طيب universities around the world، الجامعات حول العالم، invited محمود وائل، دعت أو عزمت يعني محمود وائل. but ولكن he said that he would، ولكنه هو قال إيه، هو عايز like to go to university in Egypt، عايز يروح جامعة في مصر. We as students، احنا كطلاب، should be proud of محمود وائل، يجب ان احنا نكون فخورين بمحمود وائل. The government، والحكومة، should care for these special abilities، لهذه القدرات الخاصة. To sum up، باختصار، we should double our efforts، نضاعف من جهودنا. To care for these special abilities، عشان نهتم بهذه القدرات الخاصة. خلصنا مع بعض الباراجراف بتاعنا، هترككم مع الباراجراف بتاعنا لمدة دقائق. دمتم في أمان الله.